تصمم جيد اللي له علاقة يعني تعاشق كامل مع الحرف العربي. الحرف العربي ينقذ كل مشاكل التصميم عندما تظهره بقدسيته وتظهره بالمظهر اللائق فيه. إذا الحروف العربية معروفة جدا، يعني أنا لصغري عملت 22 حرف فقط مع شركة داتا مارك في لندن، وأهمها ومعروف عندكم والناس اللي بيروحوا ويأكلوا عند ماكدونالدز، خط ماكدونالدز شغلي، وأنا أكلت مرة في حياتي في ماكدونالدز وبعدين أنا متندم وخجلان يعني بجد. بس أول ما ظهر الباكجينج بتاع ماكدونالدز رحت، كان معايا صديق الله يذكره في الخير، ورحنا بدنا نجيب الباكجينج، وأنا بكلم الشخص مسؤول قسم ماكدونالدز بقول له الله يخليك أنا يعني عملت هاي الخطوط وكذا، خليه يعني عملت الخطوط فأنا صممتها يعني. وبعدين يعني كل واحد ممكن يجي ويحكي لي هالقصة وانت بدك ايه؟ قلت له انا بدي باكجينج لير يعني فاضيه، بدي اخذها معي. قال لا 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 ممنوع، لان كلها محسوبه عندنا، واذا بدك باكجينج لازم تاكل. وبعد بس انا ما كنت يعني اول شيء ما كنت مشتري، ما بحب انا اعطوني عيش عربي، اعطوني اكلات فول مدمس، اعطوني اشياء يعني بلدي بموت عليه. يعني ما بحبش هذه الأشياء الأخرى. على العموم انتظرت دقيقتين ثلاثة وفكرت، شفت الناس تأكل وتخلي الوسخ مالها، بس ما عندي أروح أنظف الطاولة هناك، تكون الطاولات وخليت الباكجينج وأخذتها معي لألمانيا وأنا فخور فيها وصورتها وكذا. على العموم يعني هذه قصة من قصصي مع الحرف العربي اللي أنا بحبه بشكل لا يسيطر. والحرف العربي يعني بحر يعني والله يعني نحن وحدنا وقت ما يكون مصري حرف العربي يكون صغير جدا، يعني في امكانيات رائعه. ونحن في الجامعه الالمانيه في القاهره وانا العميد المؤسس لكليه التصميم هناك، بعدين الشباب اول شيء الشباب يا شباب وشباب نحن نبحث عن مصممين جيدين جدا، يعني بين قوسين دعايه هذه الجامعه الالمانيه. هذا من احد الحروف اللي انا صممتها حافظ وقلته. ونرجع هذه من الايقونات اللي صممتها لشركه فولكس فاجن وتستعمل في كل العالم. على العموم يعني اشياء بسيطه بجد وما لهاش يعني اي ضروره. لكن نرجع وهنا احترامي الكبير جدا واقف دائما بكل جلاله امام اللون. وفي مشاكل كثيره لونيه، ومع الاسف الكثير من المصممين مبتعدين كل البعد عن اللون. ودائما انا انصح يا شباب اتجهوا اتجاه واضح جدا لوني وهو الاسود والابيض. المصمم الجيد لازم يكون عنده موقف لوني، وهذا الموقف لوني اول شيء هو بيبيع اللون للزبون، وليس هو يحمل اللون ويمشي زي حديقه زهور. اذا دائما ابتعدوا عن اللون، وعندما تروح للزبون وانت لابس جاكيت حمراء وتقول له اللون ازرق جيد بيقول لك انت ليه يعني ليه ما لابس جاكيت زرقاء اذا انت بتحب اللون الازرق. اذا الموقف المصمم لازم يكون له موقف لوني واضح. انا اسود. وبعدين انا بحب الفراغ الابيض، وكتبت الموضوع اكثر من مره وله علاقه في تراثنا العربي الاسلامي. الفراغ الابيض يعني المساحه البيضاء تلعب دور كبير جدا في التصميم باظهار قيمه التصميم. وهناك نرجع الى العمليه اللونيه قسمين، اول شيء اللون وبحد ذاته نظري. هناك 270 نظرية لونية، وهناك أنظمة لونية. الأنظمة اللونية تقول بانتونا ولا تقول ار جي بي ولا هكاس والأشياء اللونية دائما بيشوفوها في الكمبيوتر، ولكن النظرية اللونية ضروري دراستها
في كتاب يظهر هذه النظريات النونية 72 نظرية نونية. المصمم لازم يعرف على أي نظرية نونية هو يعمل، وبعد ذلك أي نظام نوني هو يستعمل. نرجع طبعا كتاب اسمه النظريات النونية 72 مسوف بالألماني، واللي عنده أي سؤال ممكن يتواصل معايا في فيسبوك، بس أنا عندي مشكلة من فيسبوك مع الأسف، عندي 5000 صديق وعندي تقريبا 300 شخص بيطلبوا الدخول وما بعرف كيف يعني خاطبوني وجاوبوا على أسئلتكم إن شاء الله. المساحات لازم واحد يعرف كيف يتعامل معها. دائما المساحة البيضاء هي المساحة المسؤولة على إظهار المساحة الأخرى اللي يمها، لهذا السبب نركز على الشيء الأبيض لأنه هو المسؤول عن الأشياء إظهار الأشياء الأخرى. الخط يكون جيد عندما تكون المساحة البيضاء حواليه واضحة جدا. إذا طبعا الزبون العربي يعني بعرف الزبون العربي يقول إيه وأنت ما عندك مصاري على هذا التصميم الجيد يعني يكون على شيء أبيض وأنت عامل إيه؟ كبر الله كبر الله وحرمه هاي الأمور نحن لازم نحاولها بجد بكل وضوح مصداقية دائما بموقف. المصمم جيد لازم يكون موقف واضح حاد، وهذا الموقف أول شيء في داخليته ويشعره يعني أنا بحب أسوي بيض ليش؟ لأن شعري أسوي بيض يعني زمان كان أسود زي قلبي بس نرجع يعني والأشكال المساحة عندك الشكل عندما تتعامل مع الأشكال لازم تعرف كيف تتعامل معها في أي موضوع. هناك ثلاث أشكال أساسية في التصميم، ما هي؟ دائرة المربع المثلث. كل مصمم لازم يتخذ موقف أمام هذه الأشكال. أنا بموت على المربع بحبه بشكل لا يصدق. ليش؟ احتراما وتقديرا للدائره، هي الدائره الشكل الالهي المتكامل. ما موجود اي مصمم يقدر يرسم دائره احسن من الدائره الموجوده، ما فيش. هذا عمل متكامل منتهي، انا اعتبره عمل الهي متواصل وله كل الاحترام والتقدير. اذا لازم اخذ عمل اخر وهو المربع. المربع بحبه ليش؟ جالس كده يعمل لك كده بص عليك كده وتتحرك فيه. مختلف لا، مختلف دائما بيخرج عن المصمم. نحن نسميه في فلسفة السيميوتيكية، السيميوتيكية هي دراسة التصميم الخطي. يعني عندما تكون عندك شكل تصممي، يعني إذا أنت عملت شعار لشركة وعملت هذا الشعار مثلث، معناه أنه هذه الشركة فيها ثلاث سكاكين. إذا عملت دائرة معنى هذه الشركة فيها ديناميكية، فيها حركة، فيها تواصل. إذا أنت لازم تعرف فلسفة الشركة عشان تظهرها ضمن هذا المفهوم. الثقافة دائما تبدأ عند المرأة. المرأة هي أساس الكل، أساس العائلة، هي الأم، هي المربية، هي المدرسة، هي كل شيء. دائماً ركزوا على النساء، ركزوا على المرأة لأن هي تعطينا المخلوق الجديد. الطفلة هي دائماً تربية المرأة وليس تربية الرجل. إذا لو ما نعطي المرأة حقيقة هذا التأثير راح نخدم البلد بشكل بكثير. أول شيء إذا كان عندك زبون مهما كان أي زبون، كنت
كبير او صغير او مجرد اعطيه مرتب كله. انا بدي اشغلك عندي كمصمم، اعطيك 1400 جنيه، اعطيه هذا وهذا الكرسي وهذا الطاوله، فرض بزنس وصمم وهذا مرتبك. واسمع منه النقطه الاولى، شايف كيف؟ عشان يحترمك لازم يجلس على هذا المقعد، وبعدين هو راح يفكر انه هو غلطان بحقه. شايف كيف؟ نحن مشكلتنا في المحيط العربي دائما كل واحد يعتقد انه هو يقدر يتكلم في موضوع الشمس. في سؤال من الأخ حول الشبكية. الشبكية دائما تكون رقمية، دائما أنت عندك مساحة معينة، وهذه المساحة كان أفور قسمة إلى أقسام، وهذه الأقسام حدد بالضبط 100% موقع كل شيء على هذه المساحة، إن كان أفقيا، إن كان عموديا، إن كان حرفيا، إن كان صوريا. سابقا كان معروف بالشبكية أصغر صورة موجودة على وجه الأرض كانت 24x36 مليمتر. ليه؟ عشان الفيلم اللي موجود في الكاميرا كان بهذا الحجم. حاليا أصبحت الصور كلها رقمية والأحجام غير. إذا لازم تعرف أنت أصغر مساحة لإيجاد مساحة لونية أو صورية أنت تحددها بالشبكية، والحرف، الحرف لازم يكون في تنسيق. مهما كبر حجمه أو صغر حجمه لازم يكون في تنسيق. ليش؟ عيننا دائما على مستوى أفقي وتمشي عليه. التصميم هو دائما الشعور عن الشيء اللي أنظر إليه متناسق، لا أكثر ولا أقل. يعني المصمم جيد المصمم اللي ينظم المساحة. والشبكية هي تقوم بهذا المهم. هذا المهم لازم واحد يعمل. بعدين المصمم جيد، في كتاب جيد اللي بيقيانه أرسم لي إياه، يعني عندي PDF وجريد سيستم، كتاب رائع جدا في فلسفة الشبكية، ودوم من محمد هو ألماني إنجليزي، يعني جريد سيستم، جريد سيستم. شكرا لكم.